التلفزيون العربي. للمزيد تنضم إلينا من قبل الساقي في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. أهلا بك هديل، هل من تفاصيل جديدة نعرفها؟ رولا، ما زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة من قبل الدفاع المدني. المؤكد حتى الآن عدد من الجرحى، عدد من الشهداء، غير واضح حتى اللحظة عدد الشهداء ممن كانوا في هذا المنزل المكون من 3 طوابق. هو منزل مأهول في بلدة الجميجمة، لكن عدد كبير من الجرحى، ممكن نعرف أنه هناك عدد كبير من الجرحى لأن عدد من المستشفيات كالمستشفى الإيطالي في صور ومستشفى تبنين في القطاع الشرقي طلب عدد من وحدات الدم من مختلف الفئات، وهذا الأمر الذي يشير إلى أن هناك إصابات بعدد كبير. غير واضح بعد مدى عدد هذه الإصابات، من كان بداخل هذا المنزل، هل هم جميعا من المدنيين أم هناك عناصر تابعة لحزب الله؟ لكن من المؤكد في حال كان هناك استهداف لأحد عناصر حزب الله سيكون هناك بيان بالخصوص. بالإشارة إلى استهداف المدنيين، نشير إلى أن استهداف المدنيين يؤدي إلى تصعيد الجبهة، بالعودة إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عندما قال أن استهداف المدنيين يدفع إلى وصول صواريخ حزب الله لأماكن جديدة لم تضربها من قبل، وهذا ما حدث اليوم في العملية التي استهدفت مستعمرة أو مكان ميلون المخصص لتخزين الذخائر والأسلحة. نشير أيضا أنه في هذا الأثناء تعرض سهل الخيام لقصف مدفعي، وقبل هذا القصف كان قد انطلقت رشقة من الصواريخ من جنوب لبنان. نتوقع أن يكون هناك رد على هذا الاغتيال، ما أن انتهى الرد على اغتيال شهيدين في صباح اليوم إثر غارات. الأول كان هو محمد جبارة الذي نعته كتائب القسام، والشهيد الثاني الذي نعاه حزب الله حسن هنية. كان هناك رد من قبل حزب الله بإطلاق عشرات الصواريخ من صواريخ البركان واستهداف دبابة مركافة وإطلاق الصواريخ على التجهيزات التجسسية لعدد من المواقع الإسرائيلية، حتى جاء الاستهداف بالغارة العنيفة جدا على الجميجمة. هنا في لبنان يشبهون هذه الغارة بالغارة التي استهدفت الجوية والتي راح ضحيتها أبو نعمة وعدد من رفاقه، كونها بالنظر إلى عنف الغارة وعدد المستهدفين فيها. لكن من هم الضحايا وكم عددهم رولا غير واضح حتى هذه اللحظة، بانتظار البيان الرسمي من قبل الدفاع المدني والفرق التي تشارك في عمليات إزالة الركام. ونتوقع أن يكون هناك رد حاسم من قبل حزب الله حول هذا الاستهداف خلال هذه الليلة والساعات المقبلة. سنبقى على تواصل معك هديل نماس في حال كان هناك أي معلومات أو تطورات جديدة. شكرا لك حتى اللحظة من قبل الساقي في جنوب لبنان هديل نماس. التلفزيون العربي.